في امراض كتير جدا حوالينا، فهل الامراض دي بتاثر على فرز الهرمون السعاده ده في جسمنا؟ برضو لازم نعرف، لان اكيد ليه علاج. حضرتك ذكرت ان الاكل ليه عامل كبير قوي في هرمون السعاده. طبعا تيجي نشوف تقرير عن اسلوب التغذيه والاكل أرجوك. اللي بيدينا سعاده أرجوك. ونرجع نكمل أرجوك. مع بعض، يلا بينا. الأول نتكلم يعني إيه هرمونات. الهرمونات دي مواد كيميائية بتطلع بتمشي في الجسم وبتعمل وظائف أو حاجات كتيرة جدا. كل هرمون بيعمل وظيفة معينة أكوردنج بيطلع من إيه عشان يأثر على إيه. الهرمونات دي بتتكون من بروتينات ومن دهون صحية، فبالتالي الأكل اللي بناكله بيأثر تأثير دايركت على الهرمونات بتاعتنا. بيأثر على الهرمونات دي بتفرق، في هرمون سعادة، في هرمون زي الإنسولين، في هرمون زي الغدة، ففي هرمونات كتيرة جدا جدا ليها نيوترينس أو مواد غذائية معينة بتأثر عليها أو بتأثر على تكوينها. لكن بصفة عامة لازم نكون بناكل أكل صحي متكون من جميع العناصر، أهمها الدهون الصحية والبروتينات، لأن دي المواد الأساسية اللي بتكون منه الهرمون. الدهون الصحية هي الدهون اللي بتبقى غير مهدرجة وغير متحولة، بتبقى زي الأوميجا 3 اللي في الأسماك وفي الشيا سيدز اللي هي من حاجات نباتية، وفي المكسرات أحسن حاجة لعين الجمل، وبتبقى موجودة كمان في زيت الزيتون، في الأفوكادو، كل دي بنسميها دهون صحية، وفي البروتينات القليلة الدسم، يعني عشان ما يبقاش فيها نسبة دهون عالية، هي كده كده حتى لو دهون قليلة بيبقى فيها دهون صحية. يمكن ناس كتيرة فاكرة ان لما اكل حاجات جنك فود وحاجات مسكرة كتير الحاجات دي بتعلي المود، للأسف هي بتعلي المود بصورة مؤقتة وبتنزله تاني فبتصيبنا بالاكتئاب. احسن حاجة تعلي المود وتخليه ثابت النشويات المعقدة، مثلا الحاجات اللي فيها ألياف، فهتبقى الحاجات اللي هي زي الشوفان، زي الحبوب الكاملة، البقول مثلا فيها حاجات معقدة، نشويات معقدة، فالحاجات دي بتثبت مستوى السكر مدة طويلة، والحاجات دي بتخلي مودنا ستيبل لمدة طويلة. حاجات تانية كتيرة قوي زي الفاكهة والخضار بصفة عامة من غير أخش في تفاصيلها، كلهم مليانين مضادات أكسدة عالية جدا، فيتامينات ومعادن اللي بتساعد على تكوين هرمون السعادة بصورة صحية وإنه يطلع بصورة صحية. الحاجات اللي فيها فيتامين سي مهمة جدا لأنه مضاد للأكسدة، ومضادات الأكسدة من الحاجات اللي بتأثر جدا على حالتنا المزاجية. وكمان الحاجات اللي فيها فوليك أسيد أو بي 9، ده فيتامين مهم جدا جدا لإنتاج هرمون السعادة. شرب الماء كويس من الحاجات البسيطة اللي بتتنسي جدا اللي بتأثر على تركيزنا. الأنيميا من الحاجات اللي بتأثر كمان على مودنا، لأن بتخلينا اللي عنده أنيميا بيبقى عنده إحساس بالتعب والإرهاق على طول، فبالتالي بيبقى موده مش حلو قوي، مش قادر يتحرك. فالأكل اللي فيه حديد كتير بناخد معاه فيتامين سي زي الخضروات الورقية، اللحوم مع فيتامين سي، بشرة ليمونة، عصرة ليمونة على الأكل، الحاجات دي بتفرق قوي. الرياضة من الحاجات اللي بتظبط حاجات كتيرة جدا، أولها المود، بتعلي هرمون السعادة من غير ما نحس. ما بنقولش روح جيم، ما بنقولش ارتبط بوقت معين، مجرد المشي نص ساعة من 3 لـ5 مرات في الأسبوع قد إيه بيفرق في مودنا، قد إيه بيقلل الكورتيزول اللي هو الاسترس هرمون، فبيفرق جدا 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 في المود بتاعنا. بس لو اتكلمنا على الهرمونات بصفة عامة مش هرمونات السعادة خصوصا، لا يعني مثلا بنقول تملي ما ناكلش حاجات فيها سكر أو نشويات بيضة كتير الصبح، لأن بيعلي هرمون الإنسولين ودي حاجة مش صحية بالنسبة لنا، بتجوع وبتساعد على تقليل الحرق وبتعمل حاجات كتيرة في الجسم ما بنحبهاش. في هرمونات بتقلل الحرق طبعا، يعني زي مثلا الغدة الدرقية، لو في خلل في الهرمون عالي أو واطي يا بتقلل الحرق يا بتزوده. الغدة من الحاجات اللي بتأثر جدا على الوزن، هرمون الأنسولين من الحاجات اللي بتأثر جدا على الوزن، هرمون الكورتيزول أو الاسترس هرمون من الحاجات اللي بتأثر جدا على الوزن. وعامة لو في خلل في أي هرمون في الجسم، يعني مثلا هرمون السعادة رغم انه ملوش علاقة مباشرة بالوزن، بس لو انا عندي اكتئاب كتير قوي بيروحوا للاكل عشان يتبسطوا او عشان يطلعوا همهم او عشان يلاقوا السعادة في طريقة تانية. الحاجات اللي نتجنبها عشان ما نزودش وزننا ونمشي جسمنا وهرموناتنا بصورة طبيعية، الحاجات المقلية كتير لان الدهون دي مش صحية خالص، واحنا قلنا ان الهرمونات بتتكون من الدهون فدي مهمة قوي. الحاجات اللي فيها نشويات بيضة، السموم البيضة انا بسميها، الدي الابيض وسكر الابيض بانواعه، مكرونات كتير، كيكات كتير، حلويات كتير، يعني مش لازم يبقى حلو بس ممكن يبقى حادق، بيتزات كتير، كل الحاجات دي ابيض. وكل الحاجات اللي محطوطه في كيس ايا كانت اللي بنجيبها واحنا ماشيين على طول،
واي حاجه مكتوب عليها مكونات احنا مش عارفينها. لازم نركز ان احنا بصفه عامه بناخد كل النيوترينتس اللي جسمنا محتاجها من الاكل الطبيعي، زي ما كنا زمان بنعمل بتاع البيت، ما نخافش من اي حاجه طبيعيه، السمنه الطبيعي، زبده طبيعي، اي حاجه طبيعيه ما نخافش منها. نخاف تملي من الحاجات اللي بناكلها بره البيت، معموله من حاجات مش عارفين من ايه، مش عارفين مصدرها ايه. دي بتاثر جدا جدا على صحنا ونمو اطفالنا وحالتنا المزاجيه وحالتنا الصحيه.